الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. صح. فصل. والصحيح أن للعام ألفاظا تخصه يعرف العموم بها وهي والحق أن ولا طيب خذوها هي ما دل على العموم بذاته ككل وسائر وجميع وقاطبة وكافة، كل هذه تدل على العموم لكن دلالته على العموم بذاتها. فسجد الملائكة وإيش كلهم أجمعون. الثاني أسماء الاستفهام فإنها تدل على العموم. الثالث أسماء الشرط تدل على العموم، مثل من بدل دينه فاقتلوه، يدخل فيه الذكور والإناث عام، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، والأمثلة كثيرة. الرابع الجمع المحلى بالألف واللام الاستغراقية، مثل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كلها جمع دخلت عليه الألف واللام فيفيد الاستغراق. ومنها المفرد الذي دخلت المحلى بالألف واللام الاستغراقية، مثل قول الله عز وجل أو الطفل، وش قال عقبها؟ الذين إيه بس ما الذين، طيب ما قال أو الأطفال الذين، وإنما قال أو الطفل الذين، الذين صفة للطفل ولا لا؟ طيب كيف يكون طفلا وعبر عنه الله بالذين؟ من يجاوب؟ كان يقول الطفل الذي أو الأطفال الذين. الجواب أن المراد به العموم وجنس الأطفال. كيف كان طفلا ودخل فيه الأطفال جميعا؟ الألف واللام التعريفي. ولذلك يقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، مع أنه ما قال إنسان، قال إلا الذين، دل ذلك على أن كلمة الإنسان كلمة عامة يدخل فيها الجميع. ومنها الجمع المضاف كقوله عز وجل وإن تعدوا، قال الله عز وجل واذكروا آلاء الله، يعني جميع آلاء الله. ومنها المفرد المضاف قول الله عز وجل اذكروا نعمة الله. وين الأصول يا أبي واحد منكم أصولي؟ هل أمرنا الله في هذا النص اذكروا نعمة الله أن نذكر نعمة واحدة ولا كل النعم؟ كل النعم كيف يقول نعمة؟ لكنه أضافها، فالمفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فيدخل في ذلك كل ما لله من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومنها النكرة في سياق الشرط فلم تجدوا ماء فتيمموا فيدخل فيه كل ما يسمى ماء. ومنها النكرة في سياق النفي، مثل لا إله إلا الله فيدخل فيه نفي جميع الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل. ومنها النكرة في سياق النهي، مو بنه لا، النكرة في سياق النهي كقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيدخل في كلمة شيئا ها جميع ما عبد من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والأشجار والأولياء والصالحين والكهوف والمغارات والقبور وغيرها، لا تشركوا به شيئا. ومنها أسماء الإشارة أيضا تفيد العموم. لا إيش قلت أنا؟ الأسماء الموصولة، عفوا الأسماء الموصولة، الذي، الذين، ما لغير العاقل، من للعاقل، كلها تدخل فيها، يدخل فيها العموم. وسخر لكم ما في السماوات
فإذا جميع ما في السماوات مسخر لنا. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، جميع من في السماوات يسجد له، إنما جاء التفصيل في الإنسان بس، قال من في السماوات ومن في الأرض والملائكة والجبال والشجر، قال وكثير من الناس، التفصيل جاء في الناس فقط، ولا الكون كله سيسجد لله عز وجل من غير معارضة. هذه هي صيغ العموم التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحق أن العام يحمل على الخاص، وإن كان العام هو المتأخر خلافا لبعض الحنفية. ماشي. والحق أن المطلق يحمل على المقيد، وإن كان المطلق هو المتأخر. والصحيح وجوب البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والصحيح وجوب البقاء على الإطلاق حتى يرد المقيد. فلا يجوز تخصيص العام إلا بدليل، ولا تقييد المطلق إلا بدليل، وأظنكم يا الطلبة تعرفون هذا كثيرا. ها، فلا يجوز أن نهجم على دليل عام ونخصصه بمقتضى الهوى والشهوة بلا دليل، ولا يجوز أن نهجم على طريق دليل مطلق فنقيده بلا دليل. سلام الله إليكم. قال حفظه الله: والأقرب أن دلالة العام على جميع أفراده ظنية لا قطعية. ظنية لا قطعية، يعني ظنية لا قطعية. نعم، يعني أن دخول الأفراد في اللفظ العام ليست قطعا وإنما ظنا، والظن الغالب كافي. نعم، هذا هو القول الصحيح. فأقل الجمع كم يصير؟ الجواب تسأل أول، قل له، قل هل أنت تسألني عن مسألة لغوية ولا مسألة شرعية؟ إن قال عن مسألة لغوية فقل إن أقل الجمع باعتبار اللغة ثلاثة، وإن قال أسألك عن مسألة شرعية فقل أقل الجمع باعتبار الشرع اثنان. ها، ولذلك تعال، لو وجدت أخت واحدة فكم ترث؟ النصف. طيب لو وجدت أختان وش نسميهن؟ وجد جمع من الأخوات، إذن الجمع باعتبار المسائل الشرعية ثنتين. طيب لو أن الإنسان صلى صلاة الفريضة واحدا، صلاة منفرد ولا لا؟ طيب لو جاء معه رجل جماعة، مسألة شرعية لا، لو قلنا أقل الجماعة ثلاثة لما تحقق بصلاة الاثنين أجر الجماعة، ولذلك قال من يتصدق على هذا. وقد صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل هم اثنين، سميت صلاتهم صلاة، أجيبوا يا أخوان، جماعة. فيستدل بها العلماء إلى الآن أن صلاة الليل الأصل فيها الانفراد، لكن إن صليت جماعة أحيانا لا على وجه الديمومة والاستمرار فلا بأس. ماشي. طيب، وبناء على ذلك، فأقل أصح الأقوال في مسألة الجمعة أنها تصح إذا وجد مسمى جماعة. طيب إذا وجد اثنان وجدت مسمى الجماعة شرعا، فهذا هو أصح الأقوال، واختاره جمع من أهل العلم أنه إذا وجد اثنين تصح بهم الجمعة، واحد يخطب والمأمومين كلهم يستمعون، بس المشكلة يرقد المأموم، يرقد المطوع، ما هذا جماعتك كلهم، هذا اللي يرزقها الله، تصح. ثم يصلون مع بعض. ابن تيمية يقول لا، الجمعة تصح بثلاثة، بس نقول لأبي العباس إن المسألة مسألة شرعية وليست لغوية. ماشي. فالأدلة التي نزلت في اللعان تخص الملاعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ملاعن إلى أن تقوم الساعة. والأدلة التي نزلت في الظهار تخص المظاهرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجميع المظاهرين إلى أن تقوم الساعة. وأدلتها كثيرة، أظن سقت لكم بعضها، حديث ابن مسعود الذي قبل امرأة في أقصى المدينة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الصحابي إذا أخبر عن الحادثة بلفظ عام فإن قوله هذا يفيد العموم، لأنه عربي فصيح عنه بدلالات لغة العرب. خلاص، المعتمد لفظه، فالعبرة بعموم لفظ الصحابي لا بخصوص الواقعة التي حصلت. أحسن الله إليكم. قال: والأقرب أن الصحابي إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أنه يفيد التكرار إلا بدليل خارج، وإلا فهو مفيد للعموم. صحيح، كلمة كان تفيد التكرار عند الأصوليين، إذا قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كذا، فإذا هو هي عادته يقرأ دائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فإذا كان تفيد الدوام والاستمرار إلا إذا ورد ما يعارضها من الأدلة والقرائن. أحسن الله إليكم. قال: والصحيح أن الرقيق يدخل تحت خطاب التكليف بالأدلة العامة. لماذا؟ فهو كفيها كالحر، فلا يخص من التكليف العام إلا بدليل صحيح صريح.
إذا نأخذ قاعدة تقول كل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق الأرقة إلا بدليل الاختصاص، صحيح؟ كل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق الأرقة إلا بدليل الاختصاص، لأن الأصل في التشريع التعميم. وبناء على ذلك، فهل الرقيق تجب عليه الجمعة ولا ما تجب؟ في خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أن الجمعة واجبة عليه لأنه يخاطب فيها مخاطبة الأحرار. وكذلك الصلوات المفروضة تجب عليه ولا ما تجب عليه؟ تجب عليه، لكن لسيده طبعا، لسيده أن يمنعه من التبكير للجمعة، لأن التبكير سنة وحق السيد أبدأ، فيقول لا تروح مبتسر، اقعد عندي يخدمني حتى يقيم الصلاة ثم تروح، أو يبدأ في الخطبة ثم تروح، فله حق أن يمنعه من التبكير لأن التبكير سنة، ولكن ليس له حق أن يمنعه من أصل أداء الصلاة. طيب هل العبد يحج؟ الجواب نعم، يحج كالحر، ولكن حجته ليست حجة الإسلام بالإجماع، حتى إذا أعتقه سيده يجب عليها أن يحج حجة أخرى، فحجه صحيح كما يصح حج الحر. فإذا كل حكم ثبت في حق الأحرار فيثبت في حق الأرقاء إلا بدليل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن المنفي بلا نافية للنفي والحقيقة الشرعية ولا يعدل عنها إلا الكمال إلا بقرينة. يعني مثالها مثلا مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح لا صلاة لا صيام. ها، يسمونه الاسم المنفي بلا النافية للجنس. جرت عادة العرب أن اللا النافية للجنس لا بد أن يكون بعدها شيء مقدر، لأن النكاح لأن لا هنا لا بد أن يكون لها اسم وخبر. اسمها موجود وهو نكاح، لكن لا بد أن يكون هنا خبر. الجمهور يقولون دائما نحط كلمة صحيح، لا صلاة صحيحة لا صيام. فإذا الفعل المنفي أو الاسم المنفي بلا النافية يحمل على نفي الصحة إلا إذا وردت قرينة تجعلنا نمسح كلمة صحيح ونضع بدالها إيش؟ كلمة كامل. فإذا الأصل في الأفعال أو الأسماء المنفية بلا الجنس أنه نفي لحقيقتها الشرعية إلا بقرينة تصرفنا إلى نفي الكمال. بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل. النية يعني لا صيام كامل ولا لا صيام صحيح؟ لا صيام صحيح. طيب لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح ولا لا نكاح كامل؟ لا نكاح صحيح. لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة؟ إذن دائما تحمله على نفي الصحة إلا إذا ورد دليل يدل على أن المقصود نفي الكمال لا نفي الصحة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لغى فلا جمعة له. ومن لغى فلا جمعة له. لماذا حطيت ألف لغى فوق؟ أحسنت. ننظر إلى مضارعه: يلغو، فما كان مضارعه مختوما بالواو فماضيه بالألف، وما كان مضارعه مختوما بالياء فماضيه بالمقصورة. المهم من لغى فلا جمعة. وش نحط هنا؟ لا جمعة صحيحة ولا لا جمعة كاملة؟ لا لا، شوف الأصل أول شيء، الأصل ما هو؟ لا جمعة صحيحة، يعني أنك إذا تكلمت والخطيب يخطب ترى بطلت جمعة، خلاص عندك جمعة، هي هذا تأثر. لكن القول الصحيح هنا أن المنفي ليس هو الصحة وإنما هو الكمال. قالوا تعال أنت خالفت الأصل، فلا بد أن تأتينا بالدليل الدالي على مخالفة الأصل. أقول جيب دليل: كان أبي بن كعب بجواره أبو ذر، فتلا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر آية، فسأل أبو ذر أبيا متى نزلت هذه الآية، فلم يجبه أبي، فلم يزل يلح عليه في السؤال حتى أشار له أبي أن يسكت. ما قال صح، قال اسكت، أشار له إشارة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم صار التفت إليه أبي، قال: ألا تراني أقول لك أصمت وأنت تريد أن أتكلم؟ فإن من لغى فلا جمعة له. فغضب أبو ذر، يقول: بعد تحكم على جمعة بأنها باطلة؟ لا أرفعن أمرك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صدق أبي. طيب الشاهد الآن، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يعيد الصلاة ظهرا؟ ها؟ طيب
عدم أمره له دليل على أن جمعته صحيحة، ولكن المنفي هو كماله. واضح يا جماعة؟ هذا هو الصحيح. الحنفية رحمهم الله عكسوا القاعدة. يا الله الحنفية ذولي، الحنفية عكسوا القاعدة. قالوا إن الفعل اسم المنفي أو الأفعال المنفية بناء النافية الجنس الأصل فيها نفي الكمال إلا بدليل يدل على أن المنفي الصحة. والقول الصحيح أي عندكم ما هو؟ ليش عشان أختار أنا يعني ولا كيف؟ أكيد هو الصحيح. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في كلمة لا نكاح إلا بولي. عند الجمهور لا نكاح إيش؟ صحيح. ولذلك لو أن المرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل. عند من؟ من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. الحنفية ماذا يقولون؟ لا نكاح كامل، وبناء على ذلك فإنهم يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. والحق مع من؟ مع الجمهور. لماذا؟ لدلالة الدليل والنظر، وهو تلك القاعدة. أحسن الله إليكم. قال وحملة أحسن الله إليك. عندنا مشكلة على هذه القاعدة، مشكلة والله خاف تطيحنا في مذهب الخوارج ولا ما ندري. أي والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، مشكلة، ولا دين لمن لا عهد له. يلا يلا يا الجمهور، لا إيمان صحيح، إذا نخرج الخائن عن دائرة الإسلام فكفرناه بارتكاب الكبيرة. هذه مشكلة، هذه مذهب الخوارج والمعتزلة. ليش نفي الكمال؟ لازم نجيب دليل. يلا يا مسعود، يلا يا محمد. هذا يزيد خيلا صح، ترى كلامه صحيح، بس يبغى ليش بسم ترى صح كلام شهاد عيسى. لا إيمان كامل، لأن أهل السنة مجمعون وإجماعهم حجة تصرف الكلام من الصحة إلى الكمال، لأن الخائن إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فقد دلت الأدلة الأخرى على أن مجرد ارتكاب الكبيرة ينقص كمال الإيمان الواجب، لكن لا يخرج العبد عن دائرة الإسلام. مثل قول الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخره. قال إنما المؤمنون إخوة، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم، والقتل كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخا للمقتول، مما يدل على أن المذهب العام والإجماع على أن مجرد ارتكاب الكبائر لا يخرج العبد من الإيمان، لا يخرج العبد من الإيمان. إذن الذي يصرف الكلام هنا من نفي الصحة إلى نفي الكمال هو الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة. ما في مشكلة إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أن المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا بدليل الاختصاص، يعني إلا بدليل يخص مختاره ابن تيمية. فإذا قال الخطيب يا أيها الناس اتقوا الله، هو مخاطب ولا مخاطب؟ طيب والمأمومون هل هو يدخل في عموم خطابه؟ جواب نعم. فإذا المخاطب ولا المخاطب؟ المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا بدليل يخرجه. والصحيح إذا تعارض، والصحيح في الكلام الحقيقة فلا يعدل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فالمقدم، والحقيقة الشرعية إلى القرينة تبيد العكس. وهذا هو الصحيح. ولذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، اختلفوا في تفسير توضأوا، فمنهم من حمل الوضوء على مجرد غسل اليدين، ومنهم من حمله على الوضوء الشرعي. وأي القولين أرجح؟ حمله على الوضوء الشرعي، لأن المتكلم به الشارع، فيجب علينا أن نحمله على حقيقته الوضوء شرعا. اختلف العلماء في قوله توضأوا من لحوم الإبل، فمنهم من قال إن مجرد الغسل المأمور به غسل اليدين بس، ومنهم من قال لا بل المراد به الوضوء الشرعي. أيهما أرجح؟ طيب وكذلك وضوء الجنب، منهم من قال إن المراد به مجرد غسل يديه وفرجه فقط وملوثه، ومنهم من قال لا الوضوء وضوء الصلاة. أيهما أرجح؟ ما في على طول. إذا اختلفت اللفظة بين حملها على الحقيقة اللغوية والشرعية فمباشرة احملها على الحقيقة الشرعية، إذا كان المتكلم بها من؟ الشارع.
طيب ماذا تقولون في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مفطرا ولا قلناها لنا وإن كان إن كان صائما فليطعم وإن كان مفطرا فليصلي؟ هذا هو الواجب على الإنسان. طيب وبناء على ذلك يا إخوان، الجنة التي دخلها أبونا آدم لها حقيقة لغوية ولها حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي بستان من بساتين الأرض، صح ولا لا؟ وقال بها أقوام، قالوا إن الجنة التي دخلها أبونا آدم ليست هي جنة الخلد، وإنما هي بستان في الأرض. ومنهم من قال لا، بل نحملها على الحقيقة الشرعية، وهي أن الجنة إذا وردت في لسان الشارع مطلقة معرفة غير مضافة لأحد، فإنه لا يريد بها في استعمال القرآن ولا في السنة إلا الجنة التي أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة. وهذا هو الحق. بل حكى ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس من الفتاوى اتفاق السلف على أن الجنة، شوف اتفاق، وهذا خطير ترى، اتفاق السلف على أن الجنة التي دخلها أبونا آدم إنما هي جنة الخلد، ومن قال بأنها بستان في الأرض فإنما هو قول تلقاه عن أهل البدع. خطير هذا الاتفاق، هذا مهم جدا، تجدونه في المجلد الخامس. فالشاهد هذا هو الحق، بل وهذا هو ما دل عليه القرآن. قال الله عز وجل إن لك ألا تجوع، صح ولا لا؟ ولو كانت بستانا في الأرض فكم من أصحاب البساتين جائعين. ولا تعرى، ما تتعرى أبد. وأنك لا تظمأ، ها وأصحاب البساتين في الأرض يظمؤون. المشكلة قال ولا تضحى، يعني ما تجيك الشمس مرة. وأجمع العلماء على أن الجنة لا شمس فيها ولا قمر، وإنما يعرفون البكرة والغدو بأنوار تخرج من تحت أركان العرش. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. لا تضحى، القرآن أثبت أن تلك الجنة هي جنة الخلد. ولذلك قال يعني قال ابن تيمية هذا اتفاق السلف رحمه الله، مع أن الخلاف فيها مشهور لكنه خلاف متأخر، والسلف الأوائل متفقون على هذا. فإذا دل على ذلك الأثر أيضا أن الجنة في لسان الشارع يجب حملها على الجنة الحقيقية. طيب إن قالوا الجنة الحقيقية من أحكامها أن من دخلها لا يخرج منها، وآدم خرج، نقول هذا من أحكامها في الآخرة إذا دخلها أهل الآخرة، وإلا فلم يزل الملائكة بعضهم يدخل الجنة ويخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ورأى فيها في الرؤية، ودخل ورأى فيها في ليلة الإسراء ومع ذلك خرج. أنتم معي ولا لا؟ ولكن من أحكام الجنة في الآخرة في أن من دخلها فإنه لا يخرج منها مطلقا. قاعدة جميلة هذه والله، هذه قاعدة طيبة جدا، أنه أن تقسيم الحقائق هذه مهمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح أن أحكام الرجال يدخل فيها النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، والمعتمد عندنا أن المفهوم لا عموم، وله اختار ابن تيمية وابن القيم. والمعتمد عندنا أن الأصل في الشريعة التعميم، وبناء عليه فكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، واختاره ابن تيمية وابن القيم. وكذلك نقول كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، واختاره ابن تيمية وابن القيم. والصحيح عند أهل السنة أن العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي، واختاره ابن القيم. قال ابن القيم لا نزاع بين الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة أنه حجة، ومن نقل عن أحد منهم أنه لا يحتج بالعام المخصوص فهو غلط أقبح غلط وأدحشه. بل وإذا لم يحتج بالعام المخصوص ذهب أكثر أهل الشريعة وبطل، ذهب أكثر الشريعة وبطل أعظم أصول الفقه، انتهى كلامه. والصحيح عندنا أن ذكر العام ببعض أفراده لا يعد تخصيصا، والأقرب عندنا. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يعني قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ثم قال وجعلت تربتها لنا طهورا. فذكر التراب ذكر للعام ببعض أفراده، فلا يعتبر تخصيصا، بمعنى أنه لا يفهم من ذكر التراب أنه لا يجوز أن يتيمم إلا به، هذا ليس تخصيص، هذا ذكر للعام ببعض أفراد. هذا يعتبر ماذا يا طلاب العلم؟ تنصيص وليس تخصيص. يعني أحسن ما يتيمم عليه التراب، لكن لو تيممت على رمل أو على صخر أو على شجرة أو على طين أو على زرنيخ أو على نورة أو على أي شيء من جنس التراب يجوز يرفع الحدث، لا يشترط التراب. فإذا ذكر التراب تنصيص ولا تخصيص، مثل قول الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته، انتبه وملائكته، طيب الملائكة هنا دخل فيهم جبريل وميكائيل ولا لا؟ ثم قال بعد ذلك ورسله وجبريل وميكائيل، هذا ذكر للعام ببعض أفراده فيعتبر تنصيصا للاهتمام بهؤلاء الملائكة
ولعلوهم وشرفهم وقدرهم، ولكن لا يعتبر تخصيصا. أضرب مثال ثالث ولا يكفي؟ ثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب. طيب، كلمة الإهاب مفرد دخلت عليه الألف واللام فتفيد الاستغراق، صح؟ ماشي. فيدخل فيه جلد الشاة وجلد البعير وجلد الغزال وجلد كل إهاب، كل جلد الحصان، جلد الأسد، جلد الفهد، جلد النمر، جلد الهرة، جلد إلا ما كان نجسا عينيا فلا يدخل فيه، لأن النجاسة العينية ثلاثة ربحان، والدباغ وسيلة من وسائل التطهير. طيب، ورد عندنا في بعض الأحاديث أدلة تنص على أن الشاة جلدها يطهر، فهل هذا تخصيص للأدلة السابقة بأنه لا يطهر إلا جلد الشاة فقط؟ وإنما هذا بعض الجلود السابقة، فهذا ذكر للعام ببعض أفراده فلا يعتبر تخصيصا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح عندنا لو, 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 لو قلت لك يا فهد أكرم الطلاب، ثم قلت بعد ذلك أكرم فهدا وعبد العزيز وخالد، هل الثاني هذا يتعارض مع قول الأول؟ إذن ماذا يستفاد من قول الثاني؟ زيادة إكرام هؤلاء، زيادة الاهتمام بهؤلاء، فهذا يعتبر تنصيص على هؤلاء لكن لا يعتبر تخصيصا من جملة الطلاب. ماشي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: والأقرب عندنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في وقاع الأحوال منزل منزلة العموم في المقال، واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. والأقرب اشتراط الاتصال فيه بالاستثناء إلا إذا فصل بين الكلام وبين الاستثناء بفاصل قريب فلا بأس، لا سيما إذا كان من جنس الكلام. يعني مثلا لو قال: نسائي طوالق، وعنده أربع، ثم عقب ربع ساعة قال: إلا زينب وخولة وصفية، هل يقبل استثناؤه هذا؟ هل يقبل استثناؤه هذا ولا لا؟ قولوا لا، أحسن لكم قولوا لا. عقب ربع ساعة يا مسلم قالها، عقب ربع ساعة قال: إلا زينب وخولة وصفية، الجواب ما يقبل، لأن من شروط العمل بالاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، وأما إذا كان منفصلا فإن هذا الانفصال لا يخلو، إما أن يكون انفصالا يسيرا وإما أن يكون انفصالا طويلا، فإن كان انفصالا طويلا فإنه لا يعتبر ولا يؤثر، وأما إن كان انفصالا يسيرا فإنه لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يختلى خلاها، يعني مكة، فقال ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم في فاصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فهنا فاصل يسير فعمل به. أما الفاصل الطويل، لو أعملنا الفاصل الطويل كان ما وجبت أي كفارة على أحد، أنا قال: والله لا أذهبن للرياض غدا، جاء بكرة ما راح، قال: إلا إذا لم يريد الله، ما عاد عليك كفارة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أن قول القائل بعد الكلام أو اليمين إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله يدخل في الاستثناء، وأن هذا لغة الشرع وهو اختيار ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم وهو ظاهر مذهب الشافعي. نعم. ولذلك ينبغي للإنسان إذا حلف على يمين مستقبلة ألا يجزم بها، وإنما يعلقها بالمشيئة، لأنها إن حصلت فمغنم، وإن فاتت ولم يفعل فليس عليه كفار. قرن اليمين بالمشيئة، الاستثناء في المشيئة. تقول: والله الاستثناء بالمشيئة، تقول: والله لا أذهبن للرياض غدا إن شاء الله، فإن ذهبت فالحمد لله، لم تذهب ما عليك كفارة. فإذا لا تعلق الكلام المستقبلي إلا لا تطلق الكلام المستقبلي، ولكن علقه بالمشيئة دائم. قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، باليمين أو بغير اليمين، إلا أن يشاء الله. وكم من أمور تفلدت علينا ولم نوفق لفعلها لأننا جزمنا بإيقاعها ولم تقع، صح ولا لا؟ لكن كم من أمور علقنا فعلها بالمشيئة فوفقنا الله عز وجل لفعلها. انتبهوا يا إخوان، هذا ترى ملمح لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على حوله وقوته، يقول: بكرة عندك أبد ما عليك، عندك يجي بكرة ما أنت عنده، ما يوفقك الله، لأنك اعتمدت على حولك وقوتك، فأراد الله أن يظهر لك أنك ضعيف ما تستطيع، لكن بكرة عندك إن شاء الله، فتجد أن هذا الموعد تتذكره دائما بين الفينة والأخرى حتى ما تنسى، توفيق من الله، لأنك وكلتها إلى من؟ ها، إلى القادر القدرة الكاملة والقوي القوة الكاملة، ومن أسباب الكون كلها في أزمة يده، ما عندك شيء أنت بدون الله عز وجل. الذي يعقب عدة جمل متعاطفة بالواو أنه يعود لجميعها لا للأخيرة منها فقط.
لو قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري قال لا يخطبن الرجل على خطبة أخيه، هذه جملة، قال ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، هذه جملة ثانية، قال إلا بإذنه، هنا استثناء. هل الاستثناء الذي تعقب جملا يرجع للأخيرة فقط ولا يرجع للجميع؟ أنتم معي في هذا ولا لا؟ هل يرجع للجميع ولا الواحدة؟ القول الصحيح أن الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يرجع للجميع إلا بقرينة. صحيح جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، والصحيح أن الزيادة على النص ليست نسخاً. النص أقسام النص، النسخ باعتبار النص، الناسخ ثلاثة، المنسوخ ثلاثة أقسام، إما أن ينسخ لفظ الحكم وحكمه كلها ترتفع، اللفظ والحكم، اللفظ والحكم كلها ترتفع، مثل نسخ آية العشر رضعات، تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا لخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأ من القرآن، يعني أنها ما نسخت إلا في آخر عهده. طيب نسخ لفظها، هل تجدون لفظها؟ هل حكمها لا يزال باقيا؟ إذن هذا ارتفع لفظه وحكمه، هذا أقوى أنواع النسخ. القسم الثاني ما ارتفع حكمه فقط وأما لفظه فهو باق، مثل قول الله عز وجل على أحد القولين، على أحد القولين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج أزواجهم متاعا إلى الحول، فقد كان عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا، ثم نسخ حكم هذه الآية ولكن بقي لفظها إلى أربعة أشهر وعشرة. طيب لو سألنا سائل يقول وما الفائدة من بقاء اللفظ مع ارتفاع الحكم؟ أيوة، لا مب هذه بعد فهد. الجواب حتى تتذكر الأمة فضل الله، فضل الله عليها بالتخفيف، وحتى تعظم أجور الأمة بقراءة هذه، فإن بكل حرف منها حسنة، فلم يريد الله عز وجل أن يحرمنا من زيادة أجورنا بقراءتها، وتذكر نعمته بالتخفيف علينا كلما مررنا عليها. القسم الثالث أن ينسخ اللفظ فقط والحكم باقي، مثل آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت آية تقرأ من القرآن لكن ارتفع لفظها فنحن لا نجدها في القرآن، لكن ارتفع لفظها فقط، وأما حكمها وهو رجم الزاني فإنه باق، هذه هي أنواعه. ثم قال بعد ذلك ويجوز النسخ قبل التمكن من الفعل، هذا قول صحيح، لما أمر الله عز وجل إبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل نسخ الله الذبح قبل الذبح، إذن نسخ قبل التمكن من الفعل. وكذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي هو وأمته خمسون صلاة، خمسين صلاة. طيب هل الأمة امتثلت هذا ولا نسخ قبل التمكن من الامتثال؟ نسخ قبل التمكن من الامتثال، إذن يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال. نعم. نعم يجوز النسخ إلى غير بدل إذا كان المصلحة التي يريدها الله عز وجل متحققة من مجرد النسخ، مثاله لقد أمر الله عز وجل من أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ ذلك ولا لا؟ طيب هل نسخ إلى بدل؟ الجواب ليس إلى بدل. طيب نسخ الله عز وجل الخمسين صلاة إلى خمس، طيب الخمسة وأربعين هذه هل كان لها بدل؟ الجواب لا بدل لها، فإذا النسخ قد يكون إلى بدل وهو الأكثر، وقد يكون نسخا إلى غير بدل. نعم. ما في مشكلة، جائز،
والأمر كله بيد الله عز وجل. أحياناً يكون النسخ من الأثقل إلى الأخف، كنسخ الخمسين وهي الأثقل إلى الخمس وهي الأخف، ولا لا؟ وكنسخ حرمة الجماع في ليل الصيام إذا نام الإنسان أو أكل بتجويزه في ليلة الصوم كله، هذا أثقل إلى أخف. لكن قد يكون النسخ من الأخف إلى الأثقل، مثاله نعم نسخ الخمر، وقد كان العرب يشربون الخمر ويتفاخرون بها، ها؟ فنسخها ثقيل على أنفسهم، ولا لا؟ فحينئذ نسخها الله عز وجل إلى التحريم. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الدليل الناسخ لا يلزم إلا. ومنها كذلك أول ما فرضت الصلاة كم كانت؟ ركعة، ركعتين ركعتين كل الصلوات، فنسخ ذلك إلى أربع ركعات من الأخف إلى الأثقل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح أن الدليل الناسخ لا يلزم إلا بعد العلم به. شرحناها. الصحيح جواز نسخ السنة بالقرآن. ما في مشكلة. الصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، والصحيح جواز نسخ القرآن ومتواتر السنة بالسنة الأحادية الصحيحة، والصحيح المعتمد أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن النقل هو المقدم على العقل عند التعارض، هذا إذا سلمنا وجود التعارض بينهما. هذه كأننا ذكرناها سابقا. ماشي. في درس العصر اليوم ولا أمس؟ أمس. ماشي ماشي. واعلم أنه لا يمكن أبدا أن يتعارض نصان صحيحان مطلقا، ولنا في ذلك رسالة مستقلة اسمها رسالة في وجوب الجمع بين الأدلة، وفي رسالة ثانية ألفت بعد هذا الكتاب، وهي فيما أظن والله أعلم أنها لا إله إلا الله، في الجمع بين الأدلة، رسالة ذيك 600 صفحة، وأنا نسيت أسماء كتبه. رح. سأل الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: واعلم أنه يجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه. أي نعم، الأجوبة المنيعة في الذب عن أدلة الشريعة، الأجوبة المنيعة في الذب عن أدلة الشريعة. سأل الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: واعلم أنه يجب العمل بالظاهر ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه إلا الاحتمال الموجود. نعم، فمن انتقل عن الظاهر إلى معنى آخر بلا دليل فيسمى تحريف. نعم، شرحناها العصر، شرحناها العصر. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. صح. والصحيح أنه ليس بشرط الاجتهاد حفظ النصوص، ولكن الأكمل للمجتهد أن يكون حافظا لها. نعم، يعني كون الإنسان لم يحفظ القرآن ولم يحفظ بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام لا تؤثر في كونه مجتهدا ولا راسخا في العلم، لكن من الأجود والأكمل للمجتهد أن يكون ملما بمثل هذه الأدلة، إذ قد يسأل عن دليل وليس عند مكتبته، فحينئذ يسقط في يديه، فيقبح بالطالب، يعني من باب الكمال فقط، فهو شرط كمالي. وأما الاجتهاد فلا شأن له بحفظ الأدلة، يكفي أن المجتهد يعرف مواقع الأدلة فقط. إذا قلنا والله وين آيات الطلاق فيه؟ قال تلقاها في سورة النساء، لا تلقاها في سورة الطلاق وفي آخر البقرة، خلاص يكفي. وين آيات الصيام فيه؟ تلقونها في منتصف سورة البقرة. وين آيات الحج فيه؟ تلقونها في كذا. فمعرفة المجتهد بمواقع الأدلة كافي، أما حفظها فهو شرط كمالي استحب للإنسان أن يحفظ. صحيح في قولهم: كل مجتهد مصيب التفصيل، أي كان المقصود من إصابته بسلوك المجتهد فوق الاستدلال المعتمدات وبذل الوسع والطاقة بدرك الحق بإدراك الحق، فهذا حق، وإن كان المقصود بالإصابة صحة ما توصل إليه فهذا ليس بصحيح، لأن الحق هو ما وافق النص، هو مصيب بسلوك طريق الاجتهاد ولكنه ليس بمصيب دائما في موافقة الحق، لأن الصواب عند الله تعالى ولأن الصواب عند الله تعالى واحد والحق لا يتعدد، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح التفصيل؟ واضح التفصيل؟ يعني هل كل مجتهد مصيب؟ الجواب فيه تفصيل. إن كنت تقصد بالإصابة سلوك طريق الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في درك الحكم الشرعي فكل المجتهد مصيب، لكن إن كنت تقصد كل مجتهد مصيب في نتيجته، النتيجة التي يتوصل إليها، لا سلامتك، لأن الحق عند الله واحد والحق لا يتعدد. قال الله عز وجل: وماذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. سأل الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح المقطوع به أن المصيب في مسائل الاعتقاد واحد، وأن الحق في كل مسائل العقيدة وما قرره أهل السنة والجماعة،
ولذلك من الزيغ في هذا الزمان أن نجعل كل مجتهد في مسائل اعتقاد مصيب. اليهود مصيبون، النصارى مصيبون، الصوفية مصيبون، الرافضة، خل كلنا على دينه. لا يا أخي، المصيب عند الله مسائل اعتقاد واحد، اتق الله. لا يجوز لك أن تترك الناس على اعتقادات فاسدة. تسمعي في هذا ولا لا؟ لذلك مسألة الحوار بين الأديان يقصد بها أن يترك كل إنسان على ما هو عليه، لا يقصد بها ترى دعوة الناس للحق، وإن سموه حوار بين الأديان، لكن حقيقتها أنهم يصلون إلى نقطة يصطلحون فيها أن كل واحد منهم إيش يعبد الله على ما توصل إليه هو وما ورثه من أبوه من أبيه وأمه. لا يحمل المسلم الكافر على الإسلام، ولا يحمل الكافر المسلم على الكفر، ولا يحمل السني البدعي على السنة، ولا يحمل البدعي السني على البدعة، كل. ولذلك يقولون نهاية هذا الحوار أن يبنى تبنى التوراة، تبنى البيعة والكنيسة والمسجد في سور واحد، كل يعبد الله على هذا. كفر، هذه دعوة إلى كفر، ولا يجوز التقريب بين الأديان بهذه الصورة. ومن اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى أو المجوس والكفرة والوثنيين أنه حق يجوز أن يعبد الله به فهو كافر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ويقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أسأل الله أن يهدي الراعي والرعية. صلى الله عليه. قال حفظه الله تعالى: والحق أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان، والصحيح المقطوع به أن المصيب بمسائل الاعتقاد واحد، وأن الحق بكل مسائل العقيدة، وما قرره أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، والحق معهم لا يحيد عنهم البتة. والحق أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح بينهما فإنه يلزمه التوقف إلى أن ينكشف له الأمر. صحيح، ماشي. والصحيح أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره، وإلا فإن فيما سيفوت إن لم يقلد غيره. الآن واختار ابن تيمية وتلميذه، وهذا مذهب وسط. يعني أن المجتهد الأصل أنه يعبد الله بالقول الذي يؤديه إليه اجتهاده، فلا يجوز أن يقلد غيره إلا في حال الضرورات، في حال الضرورة. مثل بعض الناس يكون مجتهدا في مسألة في مسائل، ثم يعسر عليه معرفة وجه الحق في مسألة واحدة، فيجوز له في هذه المسألة أن يقلد الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا أو الشيخ محمد بن عثيمين، مع أنه مجتهد، ومع ذلك أجزنا له التقليد اضطرارا اضطرارا. ومثالها مثلا: لو كنت مجتهدا ركبت معك يا فهد، أنت المجتهد وأنا العامي الجاهل، ها؟ أنت مجتهد في الأدلة، ما عندك أي خلاف في الكتاب والسنة، لكن أنا أعرف أدلة القبلة أنت ما تعرفها، فحين إذا يجوز لك أن تقلدني ولا لا؟ طب وأنت مجتهد كيف تقلد؟ صارت ضرورة. فإذا المجتهد تقليده يجوز في حال الاضطرار لا في حال الاختيار. أحسن الله إليكم. قال: وهذا مذهب وسط بين من منع تقليده مطلقا وبين من أجازه مطلقا، وخير الأمور الوسط. والصحيح المعتمد أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم، يعني إذا كنت قد اجتهدت في مسألة طلاق في عام 1435 ورأيت أنها تطلق فطلقت راحت، وفي عام 1460 تغير اجتهادك إلى أنها لا تطلق، فهل اجتهادك الجديد ينقض اجتهادك السابق؟ أجيبه جواب: لا، ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. مثاله: لو أنك ركبت البحر ولم تعرف القبلة، فاجتهدت في جهة عند صلاة العصر ورأيت أن القبلة هنا مع الجهة فصليت، فلما جاء صلاة المغرب أعدت اجتهادك وتبينت لك شيء، تبين لك شيء من أدلة القبلة كالنجوم وغيرها، ما اشتهى العصر فصار الجهة القبلة هنا. طيب هل تنقض اجتهادك الثاني ينقض اجتهادك الأول؟ صلاة العصر الأولى صحيح، ولكن يجب عليك أن تتجه اتجاه الثاني. لكن أنا بسألكم سؤال وأرجوكم تجاوبوني عليه، بس ترى ما فضلت لو أحد يخطي. هل يجب على المجتهد في كل فرض أن يجتهد يتعرف على جهة القبلة، وليك فيه اجتهاد من أول النهار يصلي بالصلوات كلها وخلاص؟ فهمت السؤال؟ من يجاوب؟ ها؟ تقول هذا مطلقا يجب عليه الاجتهاد مطلقا؟ إذن أنت لا توجبه مطلقا وإنما توجبه بتقييد، ماشي. أحد يخالف هيثم؟ شككته. أحد يخالف هيثم؟
أحد يجرؤ على خلاف هيثم؟ الجواب هذا هو القول الصحيح، وهو أن الأصل استصحاب الاجتهاد الأول إلا إذا تبين له أدلة جديدة أو تغير مكانه في البحر مثلا، تغير مكانه في البر أو البحر، ها حينئذ يجتهد من جديد. واصل. إن وصلنا لمباحث الاجتهاد، يعني في آخر الأصول، نحن في آخرها مرة يعني. ما شاء الله. قال حفظه الله تعالى: وجراء أهل السنة على أنه لا اجتهاد مع النص، والمعتمد عندهم أن كل اجتهاد عاد على أصل النص من إبطال فهو فاسد باطل. صحيح. والمعتمد الذي لا يجوز القول بغيره هو أنه لا يجوز خلو عصر من الأعصار عن مشاهد القائم بحجج الله تعالى. هو مذهب الحنابلة، واختاره ابن القيم واعتمده الزبيدي من الشافعية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية، ورجحه الشوكاني، واختاره ابن دقيق للعلم. طبعا هذا قبل انتهاء امر الطائفه المنصوره، ما يمكن ان يخلو زمن من الازمنه من مجتهد سواء قلوا او كثروا، لكن اذا جاءت الريح واخذت كل مسلم على وجه الارض هنا يخلو العصر من المجتهدين، يبقى الناس يتهرجون تهرج الحمر فعليهم تقوم الساعه. فاذا هذا الكلام فيما قبل الريح هذه، قبل انتهاء امر الطائفه المنصوره، واما بعد خلو الارض من المسلمين فحينئذ خلاص ما تخلو الأمة من مجتهد. نسأل الله لا ندرك هذا الزمان يا رب العالمين، ولن ندركه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله، لأن العلامات ما بعد بدأت. أيوة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والمعتمد والصواب أن المفتي إذا ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة، فإن عليه إعلام المستفتي، وإن كان رجوعه لمجرد موافقة مذهبه السابق فقط فلا يلزمه إعلامه. نعم. والصحيح الذي يعني 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 إذا جئت تستفتيني يا فهد في مسألة وأفتيتك، ولكن تبين لي لما خرجت للسيارة وذهبت تبين لي أنني نسيت دليلا وأخطأت في الفتية، ها فحينئذ يجب علي أن أعلمك بهذا الخطأ، لأن الخطأ ليس للانتقال من فتوى إلى فتوى، وإنما الخطأ نسيانا أو جهلا ببعض لكن لو كان انتقال المفتي من الفتية الأولى إلى الفتية الثانية بسبب تبدل الاجتهاد فلا يلزمه إعلام المستفتي الأول. واضح هذه ولا لا؟ فاهم وش متى يلزم المفتي إخبار المستفتي بالخطأ؟ نعم إذا أخطأ في نفس الفتوى، ولكن فلا يلزمه إعلامه. نعم صح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح الذي جرى عليه أهل السنة أن لازم القول ليس بلازم إلا بعد عرضه وقبوله. صح. الأقرب أن مجرد فعل المجتهد لا يدل على مذهبه، لأن الفعل يحتمل عدة أوجه كالنسيان والسهو والتأويل، واختاره ابن القيم. هذا هو الصحيح. نعم. الأقرب في الاجتهاد في حادثة لا قول فيها ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك بقوله: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحق أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. قلت: هو اختيار شيخه أبي العباس. والحق أنه لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين في وقت واحد. لو جاءك رجل يستفتيك في مسألة طلاق وقلت: تطلق زوجتك ولا تطلق، هذا يسوغ؟ هذا قولان متضادان في مسألة واحدة وفي وقت واحد، هذا بالإجماع محرم ممنوع. ولذلك إذا جئتم في يوم من الأيام تؤلفون أنصحكم ألا تذكروا الخلاف بلا ترجيح، ترى ما في فائدة، يبقى الطالب إذا قرأ الخلاف بدون ترجيح يبقى هائما، لأن غالب الطلبة ما عندهم ذاك القدرة في الترجيح، فحينئذ لابد أن تذكر الراجح. ولذلك الله عز وجل في آية من القرآن علمنا آداب ذكر الخلاف، قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري. هذه الآيات فيها ذكر جميع ما يتعلق مسائل الخلاف. أول شيء يتعلق مسائل الخلاف أن تذكر الأقوال جميعا، هذه واحدة، لا تذكر في المسألة قولا واحدا، اذكر الأقوال جمع. شيء ثاني: اذكر حجة كل قول. شيء ثالث: لابد أن تبطلها، قال رجما بالغيب، يعني قولهم هذا شيء أن ترجح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما قال رجما بالغيب، لا أبطل الأقوال السابقة ولم يبطل هذا القول، دليل على أن هذا القول هو الراجح، فعدتهم ثمانية. واضح يا جماعة ولا لا؟ ثم تذكر ثمرة الخلاف
قل ربي بأعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، لا تماري فيهم، يعني لا تتركهم، لأن ما في ثمرة في أعدادهم، ما في ثمرة. وش الثمرة اللي ترجع لك في دينك أو دنياك إذا عرفت أعدادهم؟ اعرف الحكمة فقط، ولا شأن لك بالدخول في مسائل الخلاف التي لا ثمرة من ورائها. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الصحيح الذي جرى عليه أهل السنة رحمه الله تعالى هو أن أول واجب على العبيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا هو النظر ولا القصد إلى النظر كما يقوله المبتدعة. الصحيح جواز التقليد في مسائل العقيدة بالنسبة للعاجز عن الاستدلال العموم بقوله تعالى: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كانت عنده الأهلية للنظر والاستدلال حرم عليه التقليد في العقائد والشرائع، ومن كان عاجزا عن النظر والاستدلال جاز له التقليد في العقائد والشرائع، وهو مذهب السلف وأهل الحديث واختاره ابن تيمية وابن القيم. ولذلك العوام في هذا الزمان لو سألته: ما عقيدتك في القرآن؟ يقول: أنا أقول القرآن منزل. طب ما دليلك؟ ما عنده أدلة، لكن أنه اسمع العلماء يقولون وقلدهم. فالتقليد العامي جائز مطلقا في مسائل العقائد والشرائع، اما عند القدره على معرفتها من الادله الشرعيه. احسن الله اليكم. ولا عبره لما يقوله علماء الكلام ومن وافقهم فالحق ومذهب اهل الحديث كعادتهم، رفع الله قدرهم ومنازلهم في الاولى والاخره. والحق الذي لا ينبغي القول بغيره ان ايمان المقلد صحيح وهو مذهب الائمه الاربعه. والحق انه لا يجوز لاحد ايمان المقلد صحيح. أطفالنا هل يتربون على مسائل الإيمان استدلالا ولا تقليدا في صغرهم؟ تقليدا، شافوا أبوه يصلي وصلى، ما صلى يعني ما هو يصلي لله يعني، وإنما يصلي لأن أباه يصلي ويعني يسجد لأن رأى أباه يسجد، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله لأنه يسمع أهله يقولون، فهو إيمان، ومع ذلك إيمانهم معتمد ولا يلزم عند بعد بلوغهم أن يجددوا الإيمان، فإيمانهم مبني على التقليد، فإيمان المقلد صحيح. نعم، ولا يجوز لك أن تحملك شهوتك ومراداتك وخلجاتك النفسية على أن تقلد مفتيا أنت في قرارة نفسك ترى أنه على خطأ. انتبهوا لهذا. بعض الناس ها يقول: والله بما أن الشيخ الفلاني أفتى بجواز الغناء أجل بنروح نسمع أغناء، وهو يعلم في قرارة نفسه أن المفتي قد أخطأ في هذا، لكنها وجد حجة وتذرعا لتحقيق ما في نفسه. فلا يجوز لك أن تقبل فتوى أحد أنت تعلم أنها باطلة. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وص ذي، هذه الشيء هذه فرع ذي ولا ها؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والصحيح أنه يجوز الإفتاء بالتقليد عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. يعني مطوع البدو منهم ماشية، يعني ما هل لابد في كل بلد من البلاد من عالم أو مفتي؟ جواب لا. طيب هل يجوز الفتية بالتقليد؟ الجواب: الأصل فيها المنع إلا في حال الضرورة. إيش معنى الفتية بالتقليد؟ يعني مثلا أنا أروح أسأل عن مسألة فأقرأ فيها فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واجعل قبيل روث من رياض الجنة يا ربي، هو عالم علماء المسلمين. طيب ثم أنا أجيب السائل، ما أقول قال الشيخ محمد، لا أجيبه على أنني أنا اللي استنبطت الحكم، أقول والله القول الصحيح في هذا أنه يجوز، مع أن كلمة يجوز لم آتي بها من كدي وتعبي، وإنما جئت بها من التقليد، فهل فتوى المقلد جائزة؟ الجواب: لا تجوز إلا في حال الضرورات إذا احتجنا إليها. ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحق المجمع عليه عند السلف وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة وحرمة تتبع الرخص. لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة وشواذ الأقوال في المذاهب لمن أراد نفعه. هذه مشكلة كبيرة، وكثير من أهل الزمان الآن عليها الآن. إذا جابوا يسألون عن مسألة تتعلق بالنظام يروحون لواحد من المشايخ عارفين أنه يخالف النظام، وإذا جابوا في مسألة فيها حلال أو حرام يسألون الشيخ اللي بسيط، لا تسأل فلان ترى مشدد كلش حرام، سأل الشيخ الفلاني إذا اللي يضحك جزاه الله خير وكلش حلال. هذا تتبع الرخص، هذا تتبع الرخص، ومن تتبع رخص العلماء وشواذ الأقوال فقد تزندق، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال: من أخذ رخصة أهل المدينة في الغناء والرقص ومن أخذ رخصة أهل الكوفة في النبيذ ها جمع كل شر، تزندق. تتبع رخص العلماء محرم بإجماع العلماء، وما من عالم إلا وله شيء من شذوذ الأقوال، فإياك أن تتبع هذه الأقوال الشاذة وعليك بجادة الدليل.
الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأجد نفسي مائلا لما اختار ابن القيم في مسألة فتي الفاسق، فإنه قال: والصواب جواز استفتاء الفاسق وإفتائه إلا أن يكون معلنا بفسقه وداعيا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز، فالواجب شيء والواقع شيء والوافق، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع. فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه بآبائهم. وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض، فلو منعت إمامة الفاسق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم ماشي صحيح وولياتهم صحيح وولياتهم وولاياتهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق صحيح وبطلت أكثر الحقوق. ومع هذا فالواجب اعتبار الأصح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار. نعم. انتهى كلامه. كلام صحيح وكلام جميل، كلام عام. فالأصلح في كل زمان يختلف باختلاف الزمان، فالأصلح في هذا الزمان قد يكون هو الفاسق في الزمان الأول، وقد يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه حقا ولا يعرفون فيه باطل، وإنما يكون أعلم العلماء عندهم من يعرف شروط لا إله إلا الله فقط، ويأتي زمان يرفع فيه العلم ويظهر فيه الجهل ويشرب فيه الخمر ويكثر فيه الزنا، حتى إنه يأتي زمان يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يقول للزانيين تنحيا عن الطريق ليمر الناس. فإذا الأصلح في كل زمان بحسب، والعدالة والمروءة تختلف من زمان إلى زمان. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قلت فلله دره وجزاه الله خيرا على هذا التفصيل الحسن الذي يجعل الأمة في سعة من أمرها ويرفع الحرج والضيق عنها بأزمنة غلبة الفساق وفساد أهل الزمان. وأما مع استقامة الأحوال وكثرة الصلحاء والمصلحين من أهل العلم والعبادة، نعم نحن نريد رجال كسلفنا في علمهم وعباداتهم، لكن هذا قدرنا أن نكون في هذا الزمان. ومع ذلك فالواجب علينا أن نسعى جاهدين بكل ما أتانا الله من قوة علمية وعملية بنشر العلم والدعوة إلى الله وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأن نقول بالحق حيث كنا، وأن لا نشتغل عن تعليم الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم بأي شاغل بل لا بد أن يكون هو شغلنا الشاغل، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. يلا يا طلبة العلم، الله يعينكم. ترى والله الله عز وجل قد اختارنا لمسؤولية عظيمة تنأى عن حملها الجبال، وأمانة كبيرة وحمالة ثقيلة يجب علينا أن نكرس فيها جميع جهودنا وجميع مقدراتنا وما آتانا الله من أوقات، وألا نبخل على نفع الأمة ولا على نفع الناس بكلمة نقولها فلا تدري عن البركة. ما أدري عن البركة، رب كلمة تقولها من قلب مخلص ستكون سببا لهداية أمة كاملة وأنت ما تدري. الهدهد جعل الله كلمته سببا لهداية مملكة سبأ كلها، مملكة كاملة دخلت في الإسلام بسبب هدهد. فلا ينبغي لطالب العلم من علمه الله وأنقذه الله أن يرى الناس يغرقون في بحار الشبهات ويغرقون في مستنقعات الشهوات وحبل النجاة معه ومع ذلك يشتغل بإنترنت ولا بواتساب ولا بسفرات ولا بروحات ولا بسياحات ولا بشيء ولا بنوم ولا برقدة ولا بكسل وفتور، والناس يغرقون والناس يموتون. يا أخي والله من السيم أنك إذا رأيت رجلا يغرق سوف تنقذه إذا كنت عارفا للسباحة، ربما يحملك الرجولة أن تدخل معه وأنت ما تدري، تنسى نفسك ثم تغرق معه. يعني الناس الآن يغرقون، المنكرات تفشت والأمور تغيرت، فطلبة العلم ينبغي لهم أن يبادروا بالإنكار، ولا ينتظر طالب العلم حتى يحفظ القرآن والسنة أو يحضر 20 درس أو 30، لا أي شيء أنت علمت ترى الأمة محتاجة له. حتى الذي يعرف صفة الوضوء لا يبخل على الأمة بتعليمه، كم من إنسان مسلم على وجه الأرض ما يدري عن صفة الوضوء وعنده أخطاء كثيرة في الوضوء. فلا ينبغي للإنسان أن يقول والله ما برحنا جويعين ما برحنا ضعفاء وش دورنا عند العلماء، لا قدم، لا بد أن يكون لك دور. في مثالين أضربها لكم على أن الإنسان يجب له أن يجد له دورا، والمثال الأول هدهد سليمان. هذا الهدهد من جملة أفراد الجيش العرمرم الكبير، جيش عرمرم كبير يا جماعة، جيش فيه الإنس والجن والصقور والطيور الكبيرة ومع ذلك هذا الهدهد لم يحتقر نفسه، يقول لا بد أن أجد لي دورا في هذا الجيش العرمرم. ما قال والله أنا وش دوري مع الإنس كلهم والجن مسخرون لسليمان، لم يسكت ولم يجلس كذا حاطين يده على يد، لا راح بدون إذن سليمان عليه الصلاة والسلام، فجاء بالخبر فتوعده سليمان بالذبح، فجاء واقفا واثقا بخبره أنه سيفرح نبي الله سليمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولا عرف عظيم، وجدتها وقوما يسجدون الشمس من دون الله فغضب
غضب غضب هذا لو ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فأرسل لهم سليمان وتبادلوا الرسائل وجاءت الملكة فأسلمت فأسلم من وراءه بسبب إيش؟ هدهد هدهد ولا عقل له يعني لا أقصد العقل التكليفي، عقل التكليفي ما لا عقل تكليف. فإذا كان الهدهد الذي لا عقل تكليف له وجد دورا في هذا الجيش العرمرم ولم يحتقر دوره، فكيف بنا ونحن طلبة علم ما نجد لنا دورا في إصلاح المجتمع، في هداية المجتمع، في توجيه المجتمع، في كلمة نقولها؟ على الأقل وأنذر عشيرتك الأقربين، من سيصلح زوجتك، من سيصلح أخواتك، أهلك، بعد بناء أدخل على أهلك ألقي عليهم كلمة، أنت خلاص كفنا بيتك، كفنا أهلك، كفنا أخواتك، كفنا عائلتك، كفنا الأقربين، كفنا أهل حيك. المثال الثاني قرية نينوى، قرية في الشمال، أرسل الله لهم رسولين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسل، إذا أرسلنا إليهم اثنين وهي قرية فكذبوهما فعززنا بثلاث. يا إخواني قرية فيها ثلاثة رسل هل يحتاجون إلى أحد ثاني يفزع معهم؟ لا يحتاجون لأحد، لكن هناك رجل مؤمن لما رأى تكذيب القوم لهؤلاء الرسل الثلاثة قال لابد لي من دور، وهو رجل مؤمن ليس برسول، وفي قرية واحدة فيها ثلاثة رسل ومع ذلك لم يحتقر دوره، لم يحتقر دوره، لابد لابد أنه يقوم بواجبه الذي أوجبه الله. فجاء وأنذر وقتلوه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين. فإذا لم يحتقر دوره، فلا بد لكل واحد منا من دور. فكيف نحن الآن وقرانا قد كبرت واتسعت والمنكرات قد تفشت وانتشرت وليس عندنا رسل؟ ما عندنا رسل، فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على العلماء الموجودين عندنا في البلد، والله عندنا الشيخ فلان والشيخ فلان فيهم بركة وخير بيروحوا ينكرون، لا أنت لازم لك دور، أنت لازم تقدم شيئا، صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا الأمة الآن تحتاج إلى أدنى الجهود، وتحتاج إلى أدنى الكلمات، وتحتاج إلى ترتيب الجداول وتكثيف الجهود واتحاد الكلمة، لا نشتغل بأنفسنا عن غيرنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للقيام بهذا. فإذا مسؤوليتكم يا طلبة العلم ترى مهم مثل مسؤولية العوام ولا الصغار ولا النساء، لا مسؤوليتكم ترى كبيرة والحمالة عليكم ثقيلة، فاتقوا الله فيها، فإن الله سائلكم عن هذه الأمة وعن هذه المنكرات وعن هذا الخراب والفساد، سائلكم الله عنه. هل قمت بدورك يا فلان بن فلان ولا ما قمت بدورك؟ فإذا قم بدورك واتق الله عز وجل. نسأل الله أن يبرئ ذممنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يبرئ ذممنا في الدنيا والآخرة. نعم. صح قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك بعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب، ولا أدلة في هذا كثير. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والأقرب جواز استفتاء مستور الحال وإفتائه، واختاره ابن حمدان وابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم. الصحيح صحة الفتية من القاضي لا كان أهلا لها واختاره ابن القيم، بل إنه لم يزل أمر السلف والخلف على هذا، لأن منصب الفتية داخل في منصب القضاء عند الجمهور. لكن إلا في هذه الزمان، في هذه الزمان اختلفت، صار القاضي يخص معرفة النظام ومعرفة القضاء، والمفتي له دور آخر. أما في قضاء السلف فلم يكن يصدرون قاضيا إلا من بلغ رتبة الاجتهاد. سلام الله عليكم. قال حفظه الله والحق أنه لا يجوز الإفتاء، والحق أنه لا يجوز الإفتاء حال ورود ما يغير الفطرة ويشغل البال كالغضب والجوع والوجع المفرط والغرفة شديدة للنوم ونحو ذلك. يعني ينبغي للمستفتي أن يتعرف على الأحوال التي ما ينبغي للسؤال فيها، لأن الحكم لن يكون سليما إلا إذا كان عقل المفتي صافيا بعيدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. سن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى والصحيح حرمة أخذ الأجرة على الإفتاء بأن يقول لا أفتيك إلا بكذا وكذا، هذا محرم لأن كتم العلم محرم ولأنه تعطل لواجب، وإنه تعطل لواجب. وما أخذ من بيت المال فلا أعلم في جوازه مع الحاجة خلافا إلا خلافا شاذا. والصحيح حرمة قبول المفتي لهدية بسبب الإفتاء فقط. ماشي. وأما الهدايا السابقة والمعتادة قبل الإفتاء وبعده فلا بأس إلا إن وجدت تهمة فتمنع سدا للذريعة. منهج أكثر السلف التورع عن هدايا الحكام التورع الشديد ومجانبتها المجانبة المطلقة، لأن وراء الأكمة ما وراءها. وذكر
ذكر الإمام ابن القيم أن الصواب في مسألة العام إذا لم يجد من يفتيه أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله. وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة، ولم يسوي بين ما يحبه وبين ما يسخطه من كل وجه، بحيث لا يتميز هذا من هذا. ولا بد أن تكون الفطر السليمة قائلة إلى الحق مؤثرة له، ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجعة ولو بمنافق أو بإلهام، فإن قدر ارتفاع ذلك كله وعدمت في حقه جميع الإمارات فهناك يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة، ويصير بالنسبة إليها كمن لم تبلغه الدعوة، وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة. انتهى كلام ابن القيم، وهو قوي متين كما ترى. صحيح، لكن إن شاء الله لا يخلو زمان من مجتهد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصواب المقطوع به وعليه سار سلف الأمة أنه ليس بشرط الإفتاء الذكورية، بل المرأة إذا بلغت رتبة الاجتهاد جاز لها الإفتاء. ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي وكانت مرجعة لكبار الصحابة؟ وهذا الاشتراط يحتاج إلى دليل، والله أعلم. والحق عند سلف الأمة وهو منهج أهل السنة رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم أن الدراية بعلم الكلام ليس. لقد ذكرنا مسألة في المرأة في مبحث من المباحث، ما هو؟ أي نعم، أحسنت، الجرح والتعديل. ما شاء الله لك يا علاء. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحق الأقرب أنه إذا تعدد المجتهدون في البلد فللعامي أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، وهذا من باب الجواز، لكن الأفضل والأبرأ للدين هو أن يسأل الأفضل من المجتهدين. ماشي. الآن لو مرض العامي وعرض له طبيبان، أحدهما خريت عارف بالطب، والثاني جيد ينهلب، طيب ماشي، وين بيروح له العامي؟ شفت كيف؟ عرف كيف يختار الأفضل لصحته. طيب دينك، إذا عرض لك سؤال ووجد لك مفتيان، أحدهما أنت عارف أنه راسخ في العلم عارف بالأدلة، والثاني طالب علم صغير لكن عنده معرفة أيضا بالأدلة، فأيهما تسأل؟ العالم المفروض. فكما أنك استطعت الاختيار وأتقنت الاختيار في أمر يرجع إلى صحتك فاخترت أفضل الأطباء، فكذلك أيضا في الأمر الذي يرجع لدينك اختر فيه أفضل العلماء. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والأصح جواز تقليد المجتهد الميت إذا علمت أقواله وحفظت اجتهاداته وضبطت اختياراته، لأن التقليد لا شأن له بالذوات. مثاله أن يقلد الإنسان الآن من؟ ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر لهم، أو الشيخ محمد عبد الوهاب، أو جمع من العلماء. أغلب الأمة الآن على تقليد الأئمة الأربعة وهم أموات، لكن أقوالهم حية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل. والحق أنه لا يمكن البتة أن يتعرض لدليلان صحيحان، وأقسم بالله على هذا بل وأبالغ على هذا، لأن الأدلة حق كلها وصدق وعدل كلها، وقد نزلت من عند حميد حكيم لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإنما التعارض شيء نسبي يقوم في ذهن بعض المجتهدين. والحق أنه إذا ورد ما يوهم التعارض فإن الواجب أولاً الجمع بين الدليلين بأي وجه من أوجه الجمع، فإن لم يمكن فالنسخ بشرطه، فإن لم يمكن فالترجيح بأحد أوجه الترجيح المتقررة، فإن لم يمكن فالتوقف. والله هذه بلها جلسة أروح أشرحها. إذا وجدت دليلين متعارضين، والله أعلم، إذا وجدت دليلين متعارضين فلا بد أن تمشي معهما بأربع طرق في حل هذا التعارض. الطريق الأول أن تجمع بينهما، إما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فالجمع بينهما بقاعدة العموم والخصوص، وإما أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فتجمع بينهما بقاعدة الإطلاق والتقييد، وإما أن يكون أحدهما مجملاً والآخر مبيناً فتجمع بينهما بقاعدة الإجمال والبيان، وإما أن يكون أحدهما فعل في حال والآخر فعل في حال فتجمع بينهما بقاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإذا استطعت أن تجمع بين الدليلين وتعمل بهما في وقت واحد فهذا هو الواجب عليك، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والمتقرر عندهم أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. إذا لم تستطع الجمع وعاجزت وأغلقت عنك أبوابه عليك أبوابه أو عنك أبوابه، فحينئذ تنتقل إلى المرتبة الأخرى وهي مرتبة النسخ،
والنسخ له شرط مهم وهو أن تعرف المتقدم من الدليلين من المتأخر. فإذا كنت تعلم المتقدم من المتأخر فالحمد لله، إذا ما في إشكال، زال الإشكال ولله الحمد، فتجعل الدليل المتأخر ناسخا للدليل المتقدم. فإذا لم تكن عارفا بالتاريخ وعالما به فإنك حينئذ تنتقل إلى مرتبة الترجيح، وهي قواعد لا بد أن تتبعها في الترجيح، قواعد في الإسناد، مرجحات بالنظر في الإسناد ومرجحات بالنظر في المتن، يطرقها الأصوليون كثيرا ولها مواضعها ولها ضوابطها وقواعدها، تعرفونها إن شاء الله إذا قرأتم كتابا من كتب الأصول إن شاء الله. فإذا لم تستطع لا الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح بينهما فحينئذ تنتقل إلى مرتبة التوقف، يا الله أعلم، فتؤخر الأمر إلى إشعار آخر. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والصحيح الترجيح بكثرة رواة أحد الخبرين، فإن كان رواة أحد الخبرين الذين ظاهرهما التعارض أكثر من رواة الخبر الآخر فيتم الترجيح بذلك، وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره ابن القيم. والصحيح الترجيح باختلاف ثقة الرواة وضبطهم، فإذا كان هذه كلها أوجه ترجيح، أوجه الترجيح. طيب فإذا كان رواة أحد الخبرين مما ظاهرهما التعارض أوثق وأضبط فيرجح بذلك، وهو ما جزم به أكثر الأصوليين واختاره ابن القيم بخلاف ابن حزم. والصحيح أنه إذا كان أحد رواة الأحاديث التي ظاهرها التعارض وصاحب القصة أو بمن عايشها أو ممن عايش أحداثها فإنه مقدم على غيره، لأنه أعلم بالقصة وأدرى بما حصل فيها، وهو مذهب جمهور أهل العلم واختاره ابن القيم. والحق أن إثبات من رأى مقدم على نفي من لم يرى، والحق أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وصحيح أنه إذا كان أحد رواة الخبرين المتعارضين أحدث إسلاما من الآخر فإنه يقدم رواية متأخر الإسلام على متقدمه لحديث. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحداث بالأحدث من أمره، رواه مسلم. ولأن المتأخر يحفظ الأمرين وهو رأي الأكثرين، وبه جزم الشيرازي والبيضاوي والسبكي والتلمساني. وبه قال القاضي أبو يعلى، وذكر أنه نص أحمد واختاره ابن عقيل وابن القيم، ويؤيد ذلك حديث. فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جريد كان بعد نزول المائدة. والحق تقديم من روى في البلوغ على من روى وهو في الصبا، لأنه أقرب للضبط، وبه جزم الحازمي والرازي والآمدي. كلها مرجحات مهمة لا بد من دراستها استقلالا ومعرفة أمثلتها، لكن تشوفون الوقت ضاق بنا. بقي واجد ماشي روح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحق تقديم رواية الجازم على رواية الضال، والحق تقديم القول على الفعل عند التعارض، وهو مذهب الجمهور، وصححه الشيرازي والشريف التلمساني، وبه جزم الآمدي، ورجحه أبو شامة والحافظ العلائي، واختاره ابن القيم رحمه الله جميعا رحمة واسعة. والحق تقديم المنطوق على المفهوم عند التعارض، اختاره ابن القيم وشيخه أبو العباس. والحق تقديم الحديث السالم عن الاضطراب على الحديث المضطرب، وهو مذهب جمهور العلماء، لأن اختلاف اللفظ يدل على عدم الضبط، واختاره ابن القيم. والحق أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص عند التعارض، اختاره ابن تيمية وابن القيم، وعليه أكثر الأصوليين. العام المحفوظ هو العام الذي لم يدخله التخصيص مطلقا، والعام المخصوص هو العام الذي دخله التخصيص. فإذا تعارض عامان أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص فأيهما أقوى؟ العام الذي لم يدخله التخصيص فهو مقدم على العام المخصوص. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والحق تقديم صريح الدلالة على محتمل الدلالة عند التعارض. صحيح. والصحيح تقديم الدليل الحاضر على المبيح عند التعارض، وإليه ذهب أكثر الفقهاء أو ما إليه أحمد وتابعه أصحابنا، وبه قال الكرخي والجصاص من الحنفية، صححه الشيرازي وابن برهان من الشافعية، وحكاه الباجي وعن ابن القصار، وبه جزم ابن الحاجب والسبكي والبيضاوي، واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وإذا تعارض الدليل الناقل عن البراءة والمثبت عليها فيقدم الدليل الناقل عنها، وهو مذهب أكثر الأصوليين واختاره ابن القيم وابن حزم والشوكاني، لأن الناقل يفيد حكم شرعي ليس بالآخر. وهذا آخر الترجيحات المحررة، ضيتها لك في ليال معدودة قليلة لأني. طيب انتظر قليلا، بما أن الوقت بقي معنا في نصف ساعة أو ثلث ساعة، نذكر لكم المسألة التي أحب أن أشرحها لكم، وهي طريقة الجمع بين الأدلة. أقول
الأصل أنه لا يوجد أبداً تعارض ذاتي في الأدلة، لكن إذا وجد شيء فلا بد أن تسلك طرق الجمع أو طرق إزالة التعارض. كم طريق قلنا؟ أربع طرق. الطريق الأول الجمع بينهما، فإذا استطعت أن تجمع بينهما فالحمد لله، هذا هو الواجب عليك. مثاله: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ واحد. كم مرة في هذه الحجة يوم نحر؟ طيب كم في يوم النحر من صلاة ظهر؟ أكيد من صلاتين. طيب أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر؟ هنا تعارضت الأدلة. فأما جابر فيروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة في الحرم يعني، وأما ابن عمر فخالفه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر بمنى. هذه تعارض واضح ظاهر، فهل نمكن أن نجمع بينهما أو نسخه؟ نقول نشوف أول شيء أول مرتبة الجمع، لأنه لا يجوز لك أن تنتقل من الأصل إلى البدل إلا بدليل، فكما أنه لا تنتقل من الطهارة المائية للطهارة البدنية إلا بدليل، فكذلك من الجمع إلى النسخ إلا بدليل، كذا ولا لا؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى جمع جميل واضح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حل عليه وقت الظهر بعد طواف الإفاضة، فصلى الظهر فريضة بمكة، ثم انتقل مباشرة بعد صلاة الظهر إلى منى، فسمع الصحابة الذين هم في منى بقرب ماذا؟ بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخروا صلاة الظهر قليلا حتى يدركوا فضيلة الصلاة خلفه، فجاء فلم يجدهم قد صلوا، فصلى الظهر معادة، ويجوز إعادة الفريضة إذا توفر سببها. فإذا صلاة الظهر التي يثبتها جابر هي صلاة الظهر فريضة، وصلاة الظهر التي يثبتها ابن عمر هي صلاة الظهر نافلة معادة. جمعنا بينهم؟ اللهم لك الحمد. طيب يا شيخ أنت، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن أثبت له أنه يهدي، كيف نجمع بينه وبين قول الله إنك لا تهدي من أحببت؟ كيف آية تثبت الهداية في حقه وآية تنفي الهداية عنه؟ هذا تعارض. صلى الله عليه وسلم، الهداية على قسمين: هداية توفيق وإنها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الهداية المنفية هي هداية التوفيق. طيب والهداية المثبتة هي هداية التوجيه. أنت عندنا آيتان متعارضتان، اجمع بينهم. وهذا يا إخواني هذا من أحب الفنون لي، الأصول فقه فن يشغل قال الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى النسيان عنه. وما كان ربك نسيا، نفى النسيان عنه. فكيف نجمع بين هذه وقوله نسوا الله فنسيهم؟ جب الجواب. نسي الكفار من باب العقاب والجزاء. يعني هو نسيان من باب ايش؟ باب كفى يعني جزاءهم بما نسوا الذنب. يعني ايش معنى النسيان هنا؟ عقاب وجزاء. معناها الترك عقابا وجزاء. طيب والنسيان المنفي؟ نسيان المعروف. الغفلة والذهول. ايش فيك؟ طيب غفله والذهول. فالنسيان المنفي هو بمعنى الغفله والذهول، والنسيان المثبت هو بمعنى الترك. اذا اي دليلين يوهم تعارضهما؟ فاول شيء تبدا فيه تجمع بينهم. طيب كيف نجمع بين هالدليلين؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا عدوى. فهنا نفي للعدوى. العدوى ما في عدوى. يقول: لا عدوى. لا عدوى موجوده، مو بالعدوى صحيحه، لا عدوى موجوده. طيب أوليس المسكوم إذا جلس عند أصحاء زكموا كلهم في عدوى؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ وقال: من أعدى الأول؟ لأن العدوى موجودة، كيف يقول لا عدوى؟ أخوي حاتم، أي نعم أحسنت، العدوى المنفية هي العدوى التي يعتقد صاحبها أنها تنتقل بذاتها بدون قدر الله، وهو اعتقاد الجاهلية. والعدوى المثبتة العدوى السببية بقدر الله عز وجل. ممتاز أحسنت. طيب عندنا مشكلة، وهي كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده
المصلون في جزيرة العرب أيس أن يعبد؟ طيب وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، والعبادة الأوثان والأصنام هي عبادة للشيطان. جاوب، لا تعطيني نصف كلمة. ماشي، غيره شيخ يعني هو يخبر عن حالة عرضت للشيطان، ها، ولا يخبر عن 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 بقاء هذه الحالة أو استمرار هذه الحالة، هذه واحدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أيس، ولكن هل يأسه يدل على عدم المحاولة؟ هل كل شيء تيأس منه أنت خلاص تغسل يديك منه؟ الجواب قد تيأس ومع ذلك تحاول. وأيضا هو يخبر عن يأسه بحال دخول الناس في دين الله أفواجا، حينئذ يأس. لكن إذا رأى الشيطان أن الناس خرجوا من دين الله أفواجا بسبب كثرة الشبهات والشهوات، فحينئذ سينقلب يأسه أملا، وهذا هو. طيب إذا لم يمكن الجمع بينهما فننتقل مباشرة إلى مرتبة النسخ، وهي إذا فيما إذا عرفنا التاريخ. فيما إذا عرفنا التاريخ ننتقل إلى مرتبة النسخ فيما إذا عرفنا التاريخ. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وش المتقدم من المتأخر الآن؟ النهي هو المتقدم والمتأخر هو الجواز والأمر. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا. كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التطبيق كان الركوع في السابق كذا. قال فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. إيش الأول؟ التطبيق، والثاني هو فإذا التاريخ يعرف إما بالتنصيص وإما بقول الصحابي. إذا لم نستطع النسخ فإننا ننتقل إلى مرتبة ثالثة نسأل الله أن لا نصلها إلا ضرورة اختيارا، وهي مسألة الترجيح. وقد ذكر عندكم الشيخ جملا كثيرة من المرجحات، رواية الأكثر على رواية الأقل، رواية المثبت على رواية النافي، رواية الثقة على رواية الضعيف، وهكذا مرجحات كثيرة يدرسونها. مثال الترجيح ما ذكره عندكم يقول وتقدم رواية من رأى وشاهد وعاصر القصة على رواية غيره. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم له زوجة اسمها ميمونة رضي الله عنها، أين تزوجها رسول الله ومتى تزوجها؟ اختلفت كلمة أهل العلم. ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. يا الله، وهو محرم. ما أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، كيف نفعل بهذا؟ وعندنا أحاديث كثيرة تنهى المحرم، ليس فقط حديث واحد، أحاديث كثيرة. حينئذ نقول إن ابن عباس هذا رضي الله عنه وأرضاه، حديث ابن عباس هذا حديث باطل، حديث ضعيف، حديث شاف، مع أن فيه في الصحيحين، مع أن حديث شاف، الله، والشاف ضعيف. في الصحيحين نقول نعم، إذا لابد أن تعطينا دليل شذوذه، نقول نعم. من صاحبة القصة؟ ميمونة، وقد حكت عن نفسها قولها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. فإذا تعارضت رواية صاحبة القصة مع رواية غيرها فصاحبة القصة أدرى بما جرى عليها. وفيه شيء آخر مرجح آخر، وهو أن السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة هو مولاه أبو رافع. يقول أبو رافع نفسه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال غير محرم وكنت السفير بينهما. إذن هو شاهد القصة وعاصر أحداثها، ورواية من شاهد القصة وعاصر أحداثها مقدم على رواية من نقلت له القصة. من نقلت له القصة فهذا مرجح ثالث، وهي أن ابن عباس لم يكن معهم في صلح الحديبية الذي حصل في هذا الأمر، لم يكن معهم في عام الحديبية الذي حصل في هذا الأمر، وإنما نقلت له القصة وهو كان في المدينة إذ ذاك صغيرا. فإذا ميمونة وأبو رافع عاصرا القصة ورأيا أحداثها بأعينهم،
وهو قد نقلت له القصة، وإذا تعارضت رواية الراوي ورواية المنقول له فلا جرم أن رواية الراوي مقدمة. تمعي ولم تمعي؟ فإذا نحن نحكم على حديث ابن عباس هنا بأنه حديث شاذ كما حكم عليه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا ننتقل للترجيح، فإذا عجزنا عن حل التعارض فإننا ننتقل إلى مرتبة رابعة وهي التوقف، ولا تقف ما ليس لك به علم، وتؤخر البت وإصدار الأحكام في مثل هذه المسألة إلى إشعار آخر في أحد عنده سؤال فيها؟ جواب لا. طيب تحتاج أن تعرف القواعد التي عليها تدور المسألة، قاعدة العام والخاص، قاعدة المطلق والمقيد، قاعدة الإجمال والتبيين، قاعدة اختلاف الأحوال، قاعدة الجمع بين الأقوال والأفعال. ها تلقاها في الأصول، تلقاها في الأصول مع كثرة الدراسة فيها إن شاء الله بإذن الله. أحسن، إعمال الدليلين على عمومهما أولى من تخصيص أحدهما بالآخر، ما في شك. إذا كان يمكن إعمال هذا على عمومه وهذا على عمومه بدون تخصيص فالتخصيص خلاف الأصل. سم ابن تيمية نقل الإجماع، لأن الشمس والقمر يكونان ثوران مكوران في جهنم كما في الصحيح، ما يخفاك الحديث. وقد يقول قائل لماذا يدخلان النار وهما لم يذنبا؟ نقول يدخلان النار على أنهما وسيلة من وسائل التعذيب، مثل السلاسل والأغلال والملائكة اللي في النار دخلوها لا لتعذيبهم هم، وإنما لجعلهم وسائل لإيصال التعذيب. نعم. طيب فإن قلت كيف يعذبون؟ الجواب حتى يراهم من كان يعبدهم فيزيد تزيد حسرته. شوف اللي يعبدهم معي جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. نعم. من الأدلة المتفق عليها الاتفاق القديم وخلاف الظاهرية غير معتبر، لا لأنهم ظاهرية وإنما لأنه خلاف حادث. في هذه المسألة ما يعتد بخلافهم، لكن ليس لأنهم ظاهرية، لأنهم لا يعملون بالقياس، وقد تقدم إجماع الصحابة على العمل بالقياس، هم قبل الظاهرية والتابعون على القياس قبل الظاهرية، فخلاف الظاهرية حادث، والخلاف الحادث لا ينقض الإجماع السابق. مثال إذا وجدت مثال اسألني. أكمل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا آخر الترجيحات المحررات، وقد بيت ألف في ليالي معدودة قليلة، لأنني كنت قد بحثت في هذه المسائل في كتاب إتحاف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب. فيا ربي أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لعلماء المسلمين وأن تجزيهم خير الجزاء، وأن تبارك في علمهم وعملهم وأن ترفع درجاتهم في الأولى والآخرة، وأن تتجاوز عنا وعنهم الخطأ والزلل. ونشهدك اللهم على حبهم بقدر ما مع الواحد منهم من الإيمان والهدى، ونسألك اللهم أن تحشرنا وإياهم في جنة خاتم الأنبياء وصحابته الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد وقع الفرار منه بعد صلاة العشاء في 23 من شهر ربيع الأول سنة 2400 من إلى أرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه، ثم أستغفر وأتوب إليه، ثم أستغفر وأتوب إليه. قال المؤلف غفر الله له: إني أشهد الله تعالى ومن حضرني ومن الملائكة ومن يطلع عليه من طلبة العلم أن هذا المؤلف وقف لله تعالى على جميع المسلمين، ولكل طباعته بلا تغيير لمنقوله، والله أعلم. وهذا شأن كتبي كلها، شأن كتبه كلها وقف للمسلمين، والله الحمد والمنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لم يطلب الآخرة بعمل الدنيا، أو ممن لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة. يا إخوان والله ليس هذا هو الشرح الذي أريد، وليس هذا هو التفصيل،
والتأصيل الذي يعني يريح قلبي، فأنا سأذهب وأنا والله حزين البال، ولكن أسألكم أن تراجعوا هذه المسائل في مضانها، وأن تبحثوا عنها في الكتب والمطولات، وأن يقتني كل واحد منكم كتابا من كتب الأصول. وأنا أدلكم على ثلاثة كتب أصول جميلة جدا، أرجوكم أن تأخذوها معكم في 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 حل في حلكم وترحالكم. الكتاب الأول معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ محمد الجيزاني، هذا كتاب جميل وقيم، ويقرر المسائل الشرعية على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مجلد واحد جميل ورائع الحقيقة، ويعني وبقراءته تسهل عليك الأصول وتعرف التقاسيم والأدلة، وهو يحرص على تحرير المسائل وإخراجها مخرج أهل السنة ما قرره أهل السنة والجماعة. الكتاب الثاني مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد مختار الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وهي مذكرة كتبت عنه لما كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، وفيها من التحقيق وفيها من التفصيل وفيها من التدقيق ما الله به عليم، تعرفها إن طلعت عليه. والكتاب الثالث يا إخوان الكتاب التطبيقي الأصولي، الكتاب الذي نشرحه كل أسبوع، وهو أصول الفقه على منهج أهل الحديث، هذا كتاب قيم ورائع ولا يعرف حقيقته إلا من قرأ فيه ودرسه. لماذا نبدأ بهذه الكتب الثلاثة؟ لأن هذه الكتب الثلاثة بينت المسائل الأصولية التي علق التي شرحت على غير على مذهب السنة والجماعة، والأصول لا بد في بدايتها أن تتحفظ من في كتبها التي تقرأ فيها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.